الفصائل الفلسطينية تستهدف الدبابات الإسرائيلية بقذيفة تاندوم، مصاص الدماء RPG-29 قاذف صاروخي سوفيتي محمول على الكتف يصنع منذ عام 1989، وتعد هذه القذائف واحدة من أكثر قاذفات الصواريخ فتكاً في الحروب. فما هي خصائص هذه القذيفة؟ يعتبر الRPG المزود برؤوس التاندوم عبوة ناسفة أو قذيفة تمتلك مرحلتين أو أكثر من مراحل التفجير، وهي فعالة ضد الدروع التي صممت لحماية العربات المدرعة. يثقب هذا السلاح في المرحلة الأولى درع الهدف من دون تفجير، ليترك بذلك فتحة تسمح للرأس التفجيري باختراق المدرعة والانفجار بالداخل. هو قاذف صاروخي أنبوبي الشكل، مصمم ليتم حمله واستخدامه عن طريق فرد واحد. يتوفر للقذائف نوعان من المقذوفات، الأولى PG-29V وهي عبارة عن مقذوفة مزدوجة للتعامل مع الدروع المتفجرة النشطة، والمقذوفة الثانية هي القذيفة الحرارية المضادة للأفراد. أما المواصفات فهي: المدى المؤثر 500 إلى 800 متر، سرعة ابتدائية للقذيفة 280 متر بالثانية، قدرة الاختراق 750 ملم من الدروع المتجانسة و650 ملم من الدروع المتجانسة وطبقة من الدرع التفاعلية، متر ونصف المتر من الإسمنت المسلح، 3 أمتار من التحصينات الخشبية. يعتبر هذا السلاح مسؤولاً عن إيقاع أكبر الخسائر بالجيش الإسرائيلي. حزب الله كان استخدم خلال حرب تموز التاندوم، والآن يستخدم الصاروخ بشكل واسع إلى جانب قذيفة الياسين 105 في تصدي كتائب القسام لآليات الجيش الإسرائيلي على كل محاور التوغل البري في قطاع غزة، وسبب إصابات بالغة بهذه الآليات.